اللي 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 استطيع ان اقوله لاي انسان بيكتب، انه اولا تجنب مثل ما يقولون اصحك جماعتنا، تفكر في انه فلان لو كتبت الفصحى، وهذا سمعته يعني، انا سمعت احد يقولها يعني، يقولوا له ما رايك في شوقي؟ انا معجب المتنبي اكثر من شوقي يعني، هذا كان خلاف بيني وبين الوالد الله يرحمه يعني. يعني كشعر كلاسيكي انا اعتبر المتنبي هو. فسألوا عن شوقي فقال ويني وين شوقي، انا كيف انا؟ فانا حصل عندي اذا صار وينك وين شوقي وشو اللي تكتب؟ من المفترض منك انك يكون هدفك شوقي، انك تكون افضل من شوقي، بغض النظر توصل او ما توصل، بس بدون هذا فاول ما تحط في راسك اذا كنت بتكتب شعر عامي بدر بن عبد المحسن فرضا، قل هذا بدر بن عبد المحسن، لا مهمتي في هالدنيا اني اتجاوز هالشخص وفي اقرب وقت ممكن، هذا اول شيء لازم يكون عندك هل هالثقه في نفسك انك انت عمرك لا تقول انه فلان هذا وين اذا خلاص. يعني انا من بدات كانت كل الأسماء الكبيرة هي قدامي يعني، بس إنه كان الفرق الوحيد اللي أنا أنصح فيه يعني إنه أعرف وينك، لا تضيع، لا حد يحطك في مكان ما أنت فيه أو أنت أقل، أعرف المكان صح، لا يجيك صديق أو واحد محب يقول لك يا شيخ أنت أحسن من أحسن، والله أحسن مظلوم أنت وتصدق هالسالفة، لأنه هذا ما هو صحيح. في نفس الوقت لا يجيك واحد ويقول لك إن أنت شعرك سيء جدا ولا ولا ولا, ولا. صير في المكان، إذا ما عرفت مكانك لن تستطيع أن تتقدم، اعرف وين مكانك وانتقل خطوة، واعرف وين هالخطوة وانتقل إلى خطوة، والمسألة ما هي سهلة إنما ممكنة بكل السبل إذا كان عندك الموهبة وعندك الإصرار وعندك الصبر على انك يعني تصل فستصل.